حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي. بعد التحية دكتور. كما تابعنا طبعا في التقرير تابعنا أنه أجمع المشاركون في المؤتمر بالتأكيد على السياسات القطرية الهدامة ودعمها للإرهاب، وهو ما يتوافق بالفعل مع شواغل الدول الأربع. متى يعني النظام القطري خطأ هذه السياسات؟ اهلا ومرحبا بكم واشكركم على الاستضافه. بسم الله وصلى الله على رسول الله محمد واله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، ولا عدوان الا على الظالمين، ونصر من الله وفتح قريب. لقد انكشفت الاوراق وظهر المستور وبان الخفاء، واظهر الله سبحانه وتعالى كل امر، ولعل اولاها واجلها هذا الحراك الذي كانت من خلفه قطر تدعمه، تريد لدوله إسلامية قوية عريقة لها من المكانة ما يجعل الناس يقف احتراما لها وتقديرا، ألا وهي المملكة العربية السعودية بقيادتها الفذة الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين. ورأينا كيف كانت هذه اللحمة الوطنية في المملكة العربية السعودية، وهذا التمازج مع الشعب والقيادة ما أبهر العالم وأظهر لهذه الدولة الحقيقة هذا النظام القزم ما وصل إليه، ألا وإن هذا المؤتمر في العاصمة البريطانية هو الحقيقة ينطوي عن مثل هذه الآلام والأحقاد الذي زرعها في المنطقة، سواء في البحرين أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية أو مصر أو باقي العالم العربي. إنه الحقيقة كان له أهداف شريرة من وراءها دول ومنظمات، وكان مثل هذا النظام الحق له يوم أن ينكشف فيه، ألا وهو الآن قد انكشف وانحصر أمره. ورأينا ما حل في الشعب القطري من قبائل الحقيقة بكاملها تجرد من جنسياتها ومن أموالها ومن حقوقها الإنسانية وغيرها. نعم. ورأينا كيف هذه التصرفات الحق الذي تصرفها النظام إساءة للإنسانية جمعا، وكذلك فيما يدعم الإرهاب ومنظمات الإرهاب. رأينا كيف كان الوضع في أفغانستان، وكيف كان الوضع في العراق، وكيف كان الوضع في كثير من الدول الشمال الأفريقي. رأينا أن هناك دماء تسيل وتسال، ورأينا أن هناك فوضى خلقت في المنطقة من خلف هذا النظام ومن خلف إعلامه الذي يزجه في كثير من المواقف ساعيا من ورائه أن يكون سلما له على أن يسعى إلى الحقيقة مكانة عظيمة له، وهو الحق خرج إلى هواء أو إلى دخان وهو كما يسعى إليه وجده. ونرى أن المعارضة القطرية الحق بكامل الشعب الذي سواء كان مأسورا داخل قطر أو سواء خارج قطر يرون أنهم مبعدين عن العالم، رأوا بأنفسهم هذه الحسرة والألم بأنهم أصبحوا يصطفون مع هذا النظام الفاشي الحقيقة الذي هو تابع لإيران، وهو أعلنها صراحة وبكل بجاحة إنه. نعم دكتور مشعل، هل سؤالي محدد، هل سوف يدرك هذا النظام خطأ هذه السياسات أو أنه لن يدرك؟ الحقيقة هو الآن أثبت المؤتمر أن هناك شواهد ودلالات، وكما أنه أثبت باقي الدول بحرين و السعودية والإمارات ومصر وغيرها أظهروا بعض القضايا التي الحق هي تدين هذا النظام، ولكن وإدراجه الحق دوليا هو واضح، ألا وجوده في العاصمة البريطانية على الرغم ما تحتكم عليه قطر من أموال ورشاوي وتدعم الحق لإيقاف مثل هذا العمل الحق الذي يعريها ويبين جوارها، إلا أن رأينا كذلك في داخل قطر منهم من الأسر والقبائل القطرية من شعروا في هذا الألم وأصبحوا يتكلمون ويظهرون هذا الألم الذي هو حل بهم. قطر إلى الآن الحق النظام القطري إلى الآن وإلى وقتنا الراهن وهو يرى أن نفسه ماسك زمام الأمر، والحق ينكشف إلى ما هو أعظم وسيكون سيحل به هذا الأمر لا شك قريبا، وسينظر الناس هذا الأمر الآن. سؤالي دكتور مشعل، نعم
سؤال دكتوري مشعل لضيق الوقت، عفوا. طبعا قناة الجزيرة ادعت بأنها أنه تم منعها من تغطية هذا المؤتمر، من جهة أخرى قامت بتقديم شكاوى من أجل أو رشاوى عفوا من أجل منع انعقاد مثل هذا المؤتمر. ألا ترى بأنه هذا الغياب المتوقع لقناة الجزيرة يتناقض مع الشعار الذي رفعته منذ نحو 20 عاما، الرأي والرأي الآخر؟ هي متى كانت للرأي والرأي الآخر الجزيرة؟ هي كانت تحريضية بامتياز، هي رأي نعم. الإرهاب وإظهار الإرهابيين بأنهم بصورة قوية. رأينا عملها كثيرا من جبهات النصرة ومن المنظمات الإرهابية العالمية، رأينا كيف تقف من خلفهم وتدعمهم. نعم. هي لم تكن في يوم من الأيام حريصة على العقل المتوازن أو الرأي الذي يأخذ ويأخذ الرأي الآخر بتجرد. إن هذا المؤتمر عقده إعلاميين وسياسيين وأكاديميين، والمفترض أنها يكون لأي قناة حرة أن تجلس مع هؤلاء وأن تسمع آراءهم وأن تنشرها. هي لا يمكن تنشر إلا شيء يسيء إلى الدول الأربع والدول العالم والعالم الحقيقة الذي يحارب الإرهاب. هي الآن في دائرة الإرهاب تسير، ومن خلال الإرهاب تنطلق. هي أثبتت هذا الأمر. المؤتمر في قطر هو يناقش قضايا مهمة للشعب القطري، قضايا حساسة. المؤتمر في لندن هو الحق ينادي بأن مثل هذا القطيعة التي سببها النظام لهذه الأمة القطرية أو الجماعة أو الشعب القطري، هو الحق حل بهم من أذاها ومن ألمها. فأصبح هناك شعب منبوذ، ولماذا يجعل قرابة 200,000 قطري شعبا منبوذا بين دول الخليج الأخرى؟ إلا أن هناك جرما الحقيقة حل بالدول الأخرى، ورأينا أقربها كما ذكرت 15 سبتمبر الذي قبل يومين هو يوم الجمعة العراق الذي كانت تدعمه قطر، ورأينا كيف أن المملكة العربية السعودية أثبتت للعالم بأنه من وراء هذه الأشياء التشنجية في منطقتنا الآمنة المستقرة. البحرين السعودية هي بلاد آمنة تسعى إلى النماء والاستقرار، ومع ذلك هذه قطر تحاول أن تزعزع هذا الأمن والاستقرار. رأينا أنها تضرب على الطائفية، تضرب على كذلك ما يسمى إسلاما، اختطفوا حتى مسمى الإسلام الحقيقة، لأنه هذا ليس على نهج النبوة ولا الإسلام الصحيح، وإنما سميت جماعات بهذا الاسم تغريرا. ورأينا حماس كيف اندمجت الآن مع فتح. أين موقف الجزيرة والإعلام يتكلم عن هذا الموضوع؟ رأينا أن الحق لا بد أن يرجع له. الأمور كلها هي مصالح وتدار بهذه العقلية المصلحية البحتة القذرة. هي نعم. مصلحة ليست نظيفة، مصلحة الجزيرة والإعلام القطري هي مصلحة قذرة، الحقها العالم اكتشفها وعرف معناها، حيث أنه لربما من أقذر أساليبهم أن جعل الناس بالشارع أن يؤخذ منهم المراسلة والكلام. فأصبح إعلاميهم هو من الشارع لينقل هذا النبض إلى العالم نبضا حاقدا لتحريض الناس. نعم من نعم شكرا. من الرياض المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي الدكتور مشعل العلي، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.